طيب ناخذ صوره ثانيه، نبي نعد صوره ثانيه يا حبيبي. فوق فوكس مره ما في. هذه الصوره برضه حتى انا سويت معي جا صوروا فوجي يسمعوا كلامي. ايوه زي لما كان في المثلث اول نفس الشيء. ها نعدل ذي الصوره الثانيه. ايوه ناس ما تجي الا بالعين الحمراء. طيب بس عشان في صوره فيها مشكله. ايوه في شايفين المشكله هذه شويه هنا في الزاويه بس ما قويه مره. صوره جات عليها والله. انا سامع من اول الماوس قاعد اقول لا بس بيوقف بيوقف والله ما طق 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 طق. انا كاتب هذه مو ماوس عنده شغل. تعال تفكر. ايوه تعال انا اطفال. شوف شوف مين خايف احسدني يعني. انا ما احسده اقول لك قاعد استناه استناه الا وطق طق 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 طق. هنا صورة صد سعود هو بيتضارب شمر و... في صورة إسحان فيها لونين حلوة البنطلون البني اللي هو طعوم وطباخ. طيب نعدلها. بس لا يزعل علينا ما لا احنا نبغى المشكلة هذه في صورة هذه في الزاوية عشان بس كيف يحلوها لأنه طلعت معاهم. لا لا هي طلعت معاهم ووريهم كيف يحلوها يعني مرة واحدة. لا لا اللابتوب ما انا ما اقول اشتري لابتوب انا اقول شاشة اللابتوب بس اللي ما تصلح. ايش اللابتوب؟ شاشة تشتري شاشة بس تشتري شاشة LED افضل لك تعدل عليها لانه شاشة اللابتوب عندك لون اللون الازرق فيها اكثر ما الى ازرق اكثر شارب حقه اكثر كنتراست. ايوه في بس الوحده اقل وحده ب 4000 وشوي. لا لا لقيت ماك التخفيض 70% الحين معروف. فين فين دحين نروح له؟ والله ايفر ايفر عنده والله ما شفتها الحين. شاشه بدك شاشه شاشه. طيب نبي نعدل الصورة هذه. حظه حلو نعدل صورته. خلاص صورتي حسنتلها ان شاء الله حتعدلها. ايوه بس اعدلها عندي. بعض الناس يزعل. طيب نفس الشيء نروح اوتو. اه ظهرك شوفه الحمد لله انه ظهرك. الماوس الميزه اللي فيه انه لما كنت حتضحك ما حيطلع الابتزاز على الشاشه. يعني حتى لو مكتوب الصوت يعرف اني اضحك كذا تلاقي جك 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 جك. طيب اول حاجه نبي نحل هذه المنطقه نحل مشكله هذه المنطقه. طيب في هنا اداه اسمها الجرادينت هذه تسوي لك تدرج وتعدل فيه تعدل في ناحيه التدرج هذا. يعني فاكرين انتم اللي يصور مناظر طبيعيه وعنده التعريض زايد في السماء زمان كانوا يحط فلتر متدرج. الان هذه يسوي لك نفس هذا الخاصيه هذه تسوي نفس الحكايه. احنا بنستخدمها الان عشان نشيل الفلير هذا اللي خش من الـ من على العدسه من من شو اسمه في الزاويه هذه من الفلاش. شوفوا كيف راحت خلاص انتهى الموضوع حليناها. طيب لما نرجع نعدل على الصوره قلنا اوتو ضغطنا الاوتو. انا بنقص الالوان يعني الصوره انا ما يبغى لها تعديلات كثير. اي ما يبغى لها تعديلات كثير مره. اللون الاورنج زايد شوي. ايوه من هنا نفس الشيء. نفس الشيء بالضبط. يجيك بكره بالاغراض نفسها وصور لوحده كذا اشتغله. طيب هو عنده يعني حاجات كذا يعني عنده خطوط وهذا نبي نشيلها. في ادوات هنا نشيلها. هي فين حقت ها؟ لا هذه ضربت مفضل ما شفنا الهايلايت
فين الهايلايت؟ هل في هايلايت؟ ما فيش هنا. هو كان فيه هنا لما قبلنا ننقص اللون. كان فيه. لا فيه. آه. مين قال إلا فيه؟ واحد قالها بطريقة كذا. حسبته بيحدثني بشيء. عند الخبر. الهايلايت الهايلايت لا تك... لا تشوفوه أو لا تكتشفوه إلا من اللون الأحمر. أيه طيب ما عنده خباط. طيب أنا هنا فين كان فيه هايلايت؟ واحد قال إلا فيه. خباطة مين؟ عنده الفضي. هذه يا جماعة 2% من الصورة أنا أكلمكم على 20% 50% من الصورة يخرب الصورة هنا منطقة. هي منطقة تلمع. هي منطقة تلمع. هي صلعة تلمع. لا الأخير. طيب نبى نعدل هنا أشياء كذا في ضربة مفك وسكينة و. هو ليش اشتغل طباخ؟ أو ليش عجبت الوظيفة هذه؟ عنده أدوات يضرب فيها ومصرح له يشيلها. لا الناس عادة يمسك المنديل يمسح، هو بالسكينة يسوي. طيب في أداة هنا اللي هي هذه الأداة. فين أيوه هذه؟ هذه اللي تشيل السبوت هذه اللي تشيل الحبوب والمشاكل وال حتى كمان النقاط الوسخة اللي في السنسور تقدر تستخدمها. أنت تحدد عليها أول ما تحدد هو يختار من منطقة ثانية أوتوماتيكيا يعني. من الحال لكن ما عجبتك المنطقة اللي اختار منها تقدر تضغط عليها المنطقة الخضراء هي اللي انسحب منها تقدر تغير وتروح تأخذ من منطقة ثانية بحيث أنك يعني لو وصلت المنطقة الثانية ترفع يدك على الماوس خلاص أخذ من هنا. هذه المنطقة هنا كمان هذه يشيرها؟ لا 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 طيب خلينا نجرب يشيرها ورجعها جرب بالله خلينا من منتظر عشان تشيرها الراتب متى تسلمني هو الشعر لا حتى تصور بالحب يشيرها هذا خال ما ينشعر في ناس ما يحبه ما في اذا انشال خلاص يروح ما عاد يجي ايش في احد يسوي عمليه تجميل يشيل حاجه يرجعها مره ثانيه والله ضحكت عليك طيب ما شاء الله زمان كان الفوتوشوب الاداه هذه كانت تنقيط بس اي صح اي الحين اعطونا مجال تقدر تسوي خط يعني لو في ضربه سكين ضربه حاجه برضه تشيلها هذا الازار الاخير ولا ايوه ايوه اخر شيء اللي قبل كذا ما في لا الاصدار الفوتوشوب لا الكاميرا راو اللي قبل كذا ما كان فيه بس خلاص الحين ما عاد عندك كله الجديد كله زي كذا خلاص اطلق الديك تماما خلاص عندي سي سي قبل ايوه لو حدثت السي 6 برضو تجيك نفس الشيء تقدر تشيل النظاره ايوه اقدر 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 عادي هذا سؤال بريء والله سؤال بريء سؤال بريء تقدر تشيلها تقدر تشيلها جملة هذه أقدر أشيلها سوي مونتاج بس يا أخي دخلنا سؤال بريء يا أخي حرام أنا لازم أحط صورتك مع التسجيل عشان الناس تحكم في براءة تطلع منك ولا لا أقول له هذا اللي سألني السؤال أسوي مونتاج اللي سألني السؤال هذا هو التسجيل تلاقوه في اليوتيوب ما تاخذون معاكم شيء يا ابوي بمنتجه في البيت انا باخذه من هنا في برنامج اعطيكم هو تسحبوه من اليوتيوب لا لا ما ابغى اخذت الواحد يقول لك يا اخي ابغى اركب لينسز يعني ما ابغى شو اسمه هذا المتطلب تبي تغير لون العين يعني مثلا انا اقدر ابغى خضره زرقاء زي كذا ايوه طيب تقدر تسويها تقدر تعال ايوه تعال نفس المكان تبون نعدل الخلاص اليوم ولا لا؟ والله ما ارتحت لك من اول يوم ما ارتحت لتسجيلك ترى ما اطلب صورة لا المشكلة في ناس ما تعرف من الصورة مو من الصورة من تحت لتحت كذا تكشف اللفة معناها البيبي الصغير ايوه كله على نياته يعني كل واحد يفسر على نيته يعني اللي نيته بريئة يعني متربي كذا و مفكر زي كذا على هذا اللي مفكر بحاله
والله انا قلت في اللفه بس قلت شيء ثاني. انا في واحد نط قال التسجيل والتسجيل قاعد يسجل. انا ايش دخلني؟ انا ما ورطتك شو دخلتك الموضوع؟ انا اللي نيت. طيب نبغى ننعم الوجه من خلال هذا الكاميرا رو برضه. طبعا ما في قوالب جاهزه اللايت روم، في قالب جاهز. لما تاخذ البرش، شوف انا اول ما ضغطت على البرش هذا على طول تغيرت القائمه هنا. اللايت روم في قوالب جاهزه تضغط عليه يقول لك مثلا خلي لك البرش تبغاه لتنعيم الوجه، فتختار انت تنعيم الوجه او زياده الاضاءه وهكذا. لكن هنا كل شيء مانوال تسوي. فتنعيمه الوجه انا اعطيكم هي بس نرجع كل شيء زي ما كان. تاخذ برش ولا حاجه؟ ايه بالبرش. لما ناخذ البرش هذا تفتح معنا هذه قائمه البرش ادجستمنت برش، هنا تجيك شوفها. اوكي طيب ننزل الكلاريتي. هذا الكلاريتي اسف. ننزل على اخر شيء ونرفع الشاربنس على 10. طيب بعدين نروح للوجه ونمسح. طبعا انا ضد تنعيم البشره للرجال. الرجال بس تنشال العيوب حبه حاجه، حتى مو عيوب يعني، ضده تماما ما احبه. انا بس اوريكم كيف وبعدين بلغيه. شايفين هذه النقطه؟ مين يعرف هذه النقطه حقت ايش؟ او يديني شيء ياخذ منها اللون تحدد عليها. هذه درجة هذه برش. انت حتى لو جربت صح ما راح يعبرك ترى. طيب لا مو هي، انت قربت. ايش قلت هاني؟ هذه برش تقدر تعمل عليها تعديل، تقدر تضيف برش ثانيه غيرها. يا سلام. شفتوا انتم كيف سوينا في الليرات؟ احنا قدرنا نقدر نتحكم في كل ليره لوحده. طبعا الليرات صعبه وفي ناس يا اخي من يوم ما يشوف الليرات كانه كابوس. يعني احيانا اكون نايم فتشوف ليرات يقوم يفز ليرات شيء يعني ما يدخل على عقلي. صعب 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 جدا الليرات. هنا في برنامج الكاميرا رو وفي برنامج اللايت رو صارت كانها مساله ليرات بس على شكل مبسط. يعني مثال احنا دحين عندنا البشره صح؟ طيب انا في مكان ثاني ابغى ازيد الاضاءه فيه. مثلا عندنا احنا العيون نفس العين كلها الداخليه اضاءتها ناقصه، هذه دائما تسير يعني في التصوير 95% تسير معك، فلازم انت بعد ما تعد وقت التعديل تزيد الاضاءه شوي. طيب التعديل او زياده الاضاءه راح تكون ببرش لانه في مكان معين، فبحدد ذا المكان انا بس واعدل. ايش نسوي؟ نضغط على نيو عشان كانه نقول له نبغى مشروع جديد. طيب نعدل شغلنا اللي اول، تضغط دبل كليك على المعيار اللي كنت لاعب فيه فيرجع في النص اوتوماتيكيا. ابغى احدد اول شيء، طبعا في التحديد اللي هو هنا نقدر نسوي شو ماسك. التحديد اللي اسويه راح يجي على شكل ماسك اخضر عشان يبين لي انا فين حدد. طبعا الماسك هذا وهمي ما راح يبان في الصوره بس هذا التحديد يبين لنا هو بلون اخضر. ابغى احدد العين. تغطي النقطة كلها مع الاسود؟ لا ما اروح للاطراف بس، اهم شيء ما اروح للاطراف. مع الاسود ايوه انا ابغاها كلها تضيء. الطريقة موجودة في اللايت روم. لا وفي الفوتوشوب برضه. ايوه في نفس الشيء، ايوه صحيح، بس التعديل في الكاميرا راو يعني حافظ لك على الصورة أكثر يعني ما يسبب لك تحببات كثير. ننزل نشيل الصح من الشو ماسك. راحت اللون الاخضر اول ماسك راح. انا نرفع الاضاءه شوفوا راح تترفع في الاماكن اللي حددناها. طيب احنا من يوم ما نرفع اضاءه الاكسبوجر في بهتان على طول ايش اوتوماتيكيا كونتراست عشان نروح البهتان. لما نسوي كونتراست ايش يصير؟ الالوان تزيد برضو نفس المكان نروح ننزل الساتوريشن الالوان. طيب لكن لاحظوا ايش صار عندنا هنا؟ نقطة ثانية زي اللي أول صح؟ لو عدلنا في مكان ثاني مثلا فرضنا إني بنعدل هنا نيو نسوي ونعدل دي المنطقة وبعدين قلنا نيو بنعدل منطقة ثانية هنا مثلا يعني كمثال، بعدين رحنا نيو ونعدل أعطانا على كل منطقة عدلناها نقطة زي هذه. معنى هذا انه هذا في كل مكان يقول لك هذا المشروع العمل الفلاني هنا مشروع جديد وهكذا. طيب ليش سوى لنا هي؟ عشان
حاجات مهمة عشان يسهل لنا الموضوع إنه نقدر نرجع لمكان ثاني بدل ما نرجع في الهيستوري ونشيل النقاط اللي إحنا سويناها. يعني مثلاً أنا نعمت على البشرة وما عجبني التنعيم، أرجع أضغط على النقطة هذه اللي حقة البشرة، يعني أول مرة تلاقي وراني هي قال لي فين تحديدها، يعني أنت أول ما تروح هذه شوف يقول لك تحديدها فين، رحت هنا بدون ضغط تروح بس بالماوس يقول لك شوف هنا تحديدها. فلما أنا ما كنت على الوجه أبعرف هو على الوجه ولا لا، ايوه ها بين لي التحديد، اقوم اضغط عليها التنعيم مره زايد. لاحظوا انا اول ما ضغطت عليها رجع لي نفس الاعدادات اللي انا سويتها في تنعيم البشره، الكلوريتي مره نازل و10 الشارب صح، انا ما عجبني التنعيم ابى ارفع شويه التنعيم مره شديد مثلا. فهذه تتيح لنا اننا نرجع في التعديل، لكن ما نرجع ونلغي النقاط الثانيه، النقاط الثانيه موجوده نقدر نضغط عليها ونعدل، نضغط عليها ونعدل. فهذه المساله ابسط من الليرات، يعني البرنامج هذا حطه ترى عشان يسهل لكم يعني تعديلاتكم بشكل سريع ومفهوم وسلس، احسن من الليرات وما الليرات اللي من شويه سويناها اللي اكثركم يعني باني بس اخلص عشان بيمشي لما انا دخلت فيه. انا عارف اغلبكم انت مو من الاغلبيه. طيب طيب في اماكن عدلناها زي كذا، هذه ما نبغاها يعني، او انت عدلت في مكان ما تبغاه بطلت تضغط عليه وتضغط زر الديليت ينحذف، وهذا نفس الشيء. يعني العادة زمان لما كذا تيجي أماكن تروح تحذف الصورة وترجع تعدل من جديد عشان في الأماكن الخربانة زمان ذا الكلام، لكن الحين صار كل شيء سهل. هنا في أيقونة لما نضغط عليها تشوف الصورة قبل وبعد. تمام، تبى ترجع للصوره زي ما كانت تستمر في الضغط عليها وتجي هنا سنجل فيو ترجع عليها الصوره. طب نور في سؤال، احنا الشقه الايسر عنده ايوه كذا مظلم الصوره، انا ما اعرف هناك بس انا افكر كذا. تمام حلو، هل هذا تعتبر جماليه في الصوره او فن او انه لازم نزيد الاضاءه شويه ولا على حسب كل واحد ما يشوف؟ طيب ابعطيك حاجة مهمة بقولها، أول شيء خليني أضغط برنامج هنا خليني أدخلها في الشوب. بقول حاجة مهمة في موضوع الضوء اللي تقول عليه والظل والأماكن والأشياء المشاكل هذه. بالنسبة لي الصورة إذا فيها ضوء، إذا في ضوء من ناحية الأفضل يكون في ظل، الظل عندي يكمل لجمال الصورة. أنا بالنسبة لي زي كده، ودائما الصورة اللي ما تكون فيها ظل تماما أنا أعتبرها صورة إعلانية، إعلانية يا تعلن عن مكياج يا تعلن عن أي أيا كان. طيب الصورة الإعلانية الأفضل تكون بدون ظل عشان الألوان في المكياج تبان، الحاجات هذه تبان صح. لكن إحنا نصور فنية، الظل عندنا بالنسبة لنا مكمل لجمال الصورة، زي ما أنت الضوء تشوفه لما يجي يكون فطبيعي ما دام في ضوء الضوء راح يكون بزاوية، فالمنطقة الثانية لازم يكون فيه ظل. طيب في ناس يقول لك أنا ما أعترف بالظل مرة، صور يباها كل واحد له حريته، الفن قلنا مجال واسع، بس انا بالنسبه لي الظل اشوفه يجمل الصوره. تمام بس لا تصورني بصوت فراشه، ها لا تصور صوت فراشه اللي قال لي فراشه. طيب والله في واحد لو سمع التسجيل يزعل. طيب نبغى ناخذ ورقه تعتيق كمان بما انه في وقت، بناخذ ورقه التعديل التعتيق نعدل الصوره. في ورقه تعتيق دائما استخدمها، في ناس راح يضحكوا لما ناخذها الان لما يشوفوا في اليوتيوب هذه الورقه. الان بمشي بالاختصارات، كنترول و اي او كوماند و اي في الماك يحدد الصوره كامله، كنترول و سي او كوماند و سي في الماك يسوي لي حفظ عليها، بعدين ارجع للصوره اللي بحط عليها التعتيق كوماند كنترول و في حرف الفي او كوماند و في في الماك جات الصوره. بعدين نفس الشيء بالاداه هذه امددها خليها بحجم الصوره، خليها بحجم الصوره تمام. بعدين اجي هنا واحولها لايش؟ لا سوفت لايت ضحكت عليك هذا مره ثانيه. لا سوفت لايت على كيفك، هو انت خش هنا تبغى تسوي اي حاجه سويها، بس انا هنا ابغى سوفت لايت ما ابغاها غامضه الصوره، ابغاها عاديه بس التعتيق يبان على الخلفيه بشكل افضل.
عشان في شرح ثاني لموضوع اني كيف اشيل التاثير هذا من على الوجه والجسم. طيب كيف نشيله؟ عندنا احنا ماشيين على اللاير هذا, احنا ماشيين على اللاير هذا, في هنا شايفين الايقونه هذه اللي هي المستطيل وداخله دائره, تضغط عليها يسوي لك هنا ماسك برضو لونه ابيض. دقيقه بس عشان انا هنا بحط لون, اللون هذا كمثال لا تاخذوه ببالكم يعني لا تسووا, بس كمثال انا ضغط على اللاير هذا, لاير نفس الورقة التعتيق, لكن الحين بضغط على الماسك لاحظ اللون الاحمر يصير اسود, اسود وابيض صار. ليش؟ لانه هذه المنطقه ما يعترف فيها الا بالاسود والابيض والرمادي, هذه المنطقه تعتبر زي المسح. يعني مثلا انا دحين بمسح من الوجه بالمساحه العاديه زي ما انتم عارفينها, مساحه انتم عارفينها وكل واحد يخطر على باله انه يمسح بيها, هاك مسحنا شيء جميل حلو. انا مسحت وتعمدت اني اخرج هنا شويه, انا كيف ارجع باليسري؟ فلازم ارجع لان طيب. لكن ميزه الماسك هذا ايش؟ انه يمسح والمنطقه اللي تغلط فيها بس تقدر ترجع فيها. طيب اذا كان يمسح معنى هذا انه اخذ اللون اللي عكس هذا بالضبط, هذا الابيض يصير اخذ الاسود وامسح. ومع المساحه دقيقه هنا احط الفرشه لون الاسود, وامسح. هذا صح, واحد باليسار صحيح. طيب طبعا انت لما تشتغل بدقه وتقدم وكذا, بس تاخذ الفكره الان. طيب شفت الخط هذا؟ ابدل اخذ اللون الابيض اذا انا غلطت يعني كخطا صار, وارجع امسح فيرجع لي ورقه التعتيق زي ما كانت. شفته؟ فراسه لا يمكن احد يكتشف الحاجات الفراسه. تصدقون بين عندنا هنا باللون الاسود المناطق اللي مسحناها. طيب صار عندنا المنطقه اللي كانت على 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 الجسم وعلى الوجه شلناها بمسح بطريقه ثانيه, طريقه الماسك هذه احد عارفها من قبل الحركه هذه؟ بس اثنين ثلاثة كويس أربعة خلاص لا تزيد أكثر من كذا عشان أحس إنه في إنجاز يعني. ها؟ استخدمها في التنظيم. هي لا كل شيء لا حاجات كثيرة. أي طيب أبى أكمل تعديل الآن, عندي بس هذه الخلفية حادة شوية أبى أسوي لها بلور فلتر بلور كازم بلور حاجة بسيطة بس كذا. لونها زايد نفس الشيء, نروح على الساتوريشن هنا وننقص اللون ونبغى اللون ينقص بس على الخلفيه الت ونضغط هنا بينهم الاثنين عشان تجي بس على ورقه التعتيق, فنقص اللون يجي على ورقه التعتيق بس. دي نغير لون الخلفيه؟ ايوه ورقه التعتيق ايوه, بس ابغى اغير لونها شويه زايد نقصته. ورقة التعتيق كثيرة أشكال أنواع, أنا الحين لو تبوني أمثل لكم ورقة تعتيق ثانية راح تعطيكم كمان طعم آخر للصورة, يعني مو شرط تكتب ورقة تعتيق واحدة وحاجة والأمور هذه, يعني جيب ورقة تعتيق من الإنترنت لا تجد يقول المغارفة. يقول لك لا تسمع كلام الأصلع ولا تأخذ منه نصيحة, لو ربنا كان يحبه كان خلى رأسه صحيحة. هذا عكس الدنيا. طبعا عشان يغفر الناس في عرفه بالحج لازم يخليهم اصلع. سبحان الله. شفت كيف؟ اصلع كذا يا ابو كله ايوه, هذا في ناس اصلع كذا, هذا اللي يخاف كذا. امس مو طربوش كان صار ريفلكتر مع البوم. طيب في اي سؤال؟ في اي سؤال على التعريف؟ في دراسه اصلع اكثر ذكاء لا يتمنتج كله. الحمد لله انا على وشك. في سؤال يا اخي انا هيك تفضل.
يعني ما ترجع الحين الكاميرا يعني لو بسوي تغييرات فيه خلاص الكاميرا رو؟ ايوه الحين الا ممكن الا ايوه ممكن بس لازم الليرات كلها تتطبق او تضغط على نفس اللير اللي تبي ترجعه يعني مثلا زي البرش ما يمكن ان يرجع له عند الفيلم صدق انا ما جربت عشان كذا استعمل عشان كذا ايه لا ما ترجع اي ما ترجع ترجع تعدل تعديلات عامه عشان كذا اللايتروم خلاص هو خليها ايوه اللايتروم عشان كذا ايوه افضل عشان كذا نغذي صح معك بس هو زي ما قلت لك اذا بتضيف ورقه تعتيق وهذا ما اللايتروم ما يعطيك المجال هذا يا جماعه اي اسئله ترى هذه الجهه او هذا الخانه هذه خانه الاسئله اعشقها يعني لا احد يستحي انا جاهز يمكن تكون مع التطبيق يعني تبعك ايوه لا انت لازم مو بس تطبق انت تطبق وتتمرس يعني أيوة. اول مره ما حتزور ايوه شوف انت الحين اعطيك مثال انا احب اعطي مثال في سواقه السياره بالذات اللي كان القرع عادي انا قفل التسجيل بس التسجيل خليه عشان